عباد الله أن نقترب أن كل غيور على الدين بهذه المملكة الشريفة يهمه أمر المسجد أن تقوم وتبنى والمؤذنون والوعاظ وأن تقام فيها الصلوات ويقرأ فيها القرآن صبحا وعشيا. هكذا جرت الأمور. فمعنى أن لا يقتصر على العودة بين صلاة وصلاة، ولا شك أن التعلق بها في غير هذه الروابط المبنية على المحبة والتقوى والتوالي والتوالي فهو مكان الإجتماع والمسلمين وموضوع إقبالهم على ذكر الله بالتشبيه والتحميد. المساجد في عهد كورونا، والحمد لله يعني هو احنا مسلمين مؤمنين بالله وعارفين بان الله سبحانه وتعالى هو اللي امرنا باش نصليو صلاه الجمعه، ولكن في هذا الشيء عهد كورونا كناخذوا الحيطه والحذر ملي كنمشيو نصليو، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء، وحنا فرحانين حيت تحلت المساجد، وهذا ما يعنيش بان خصنا ناخذوا الحيطه والحذر مع هذا الشيء. المؤمنين رجعوا كلهم تبارك الله للمسجد عامر، وكان التباعد وكان طبقوا القانون ديالهم اللي قالوا العلماء، والله ينصر سيدنا ملك سيدنا محمد ملك المغرب محمد السادس، الله ينصره، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللي كيدير الخير يلقى الخير. والله خويا زعما اللي كيدير الخير كيدير الخير كيلقى الخير. وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير ان شاء الله في هذا النهار العظيم ديال الله سبحانه وتعالى. كيجازينا بربي سبحانه وتعالى الا الاحسان الا الاحسان. كيجازيك الله بالخير. الحمد لله هذه ساعه سعيده من من هذا الوقت ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه، وحنا فرحانين بزاف ان شاء الله. ونطلبوا الله الله يرفع علينا هذا الوباء باذن الله السميع العليم، والله يكمل بخير ان شاء الله يا ربي، والله ينزل الرحمه في قلوب المؤمنين، والله يرحمنا مع الله وسيدنا الله ينصر ان شاء الله. هذه مبادره حسنه ان شاء الله دارها، الله يكمل بخير ان شاء الله. نبداو من اليوم ان شاء الله نكونوا فرحانين ونجوا لبيت الله ونصلوا، واللهم لا الحمد. الله يوفق الجامعة ولدي، والله يكرمنا بكرامه ويسترنا بيستري إن شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، قلنا الجوامع اللهم لك الحمد. الله ينصر سيدنا ويشافي وعافي ويوزع علينا هذا الوباء إن شاء الله، ونطلبوا الله يكون الخير إن شاء الله، وربي كبير إن شاء الله. شكرا.